لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الباحث السياسي تيسير سليمان. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. كيف يمكن تفسير قرار مفوضية اللاجئين في العراق بقطع مساعدات الإيجار عن 300 عائلة فلسطينية ما يهددها بالتشرد؟ نعم، بالبداية تحية لكم ولقناتكم الكريمة. نحن نعتقد أن هذا جزء من السياسة العامة التي تقودها الولايات المتحدة بالضغط على الفلسطينيين في العديد من المناطق من أجل أن يزيد الضغط عليهم بما يسمى الآن بصفقة القرض ومحاولة أن يقولوا للجميع أن الفلسطينيين يحتاجوا إلى حل سياسي، وهذا الحل الذي عرضته الإدارة الأمريكية فاقبلوا. ولذلك نعتقد أنها جزء من السياسات العامة التي تمارس للضغط على الفلسطينيين من أجل القبول بما يتم عرضه. أغلب هذه الفئة التي تأثرت بقرار توقيف بدل الإيجار وهي مهددة بالتشرد هي من فئة المرضى وكبار السن والأطفال وكذلك الأرامل. أين يمكن أن تلجأ مثل هذه الفئات؟ ما هي الجهة التي يمكنها تأمين بدل الإيجار أو إيجاد حلول بديلة؟ حقيقة هو يجب أن نتكلم بخطين متواديين يعملان لأجل حل هذه المشكلة. الأول أن هذه مسؤولية المفوضية الدولية، وأن هذه مسألة تتعلق بقوانين سابقة صدرت من الأمم المتحدة تخص اللاجئين وعودتهم إلى بلادهم، وبناء عليه أنشأت المفوضية من أجل متابعة هذا الملف. أما الآن تدخل إلى جانب التقصير أو محاولة الضغط عبر مؤسسات دولية للضغط على الفلسطينيين فهذا جزء من مسيرة صفقة القرن. أما الآخر وهو مسألة حساسة وهي الجانب الحكومي، وهنا بشقيها الجانب الفلسطيني المتمثل بحكومة رام الله والسفارة في العراق، والجانب الآخر وهو الحكومة العراقية. نحن نعرف أن الفلسطينيين اللاجئين في العراق منذ سنوات كانوا يزيدوا عن 30 إلى 40 ألفا، والآن ما بقي منهم هو من لم يستطع أن يخرج من العراق، لم يستطع أن يخرج بسبب الأوراق الثبوتية أو بسبب الحصار الذي مورس على الفلسطينيين كان في الأردن أو سوريا أو في بعض الدول. لذلك المتبقى منهم هم الضعاف وكبار السن أو الأطفال. لذلك نرى أن المسؤولية المباشرة تقع الآن على المفوضية، ويجب أن يكون دور رئيسي للحكومة العراقية أقل ما فيها. نحن لا نتكلم فقط عن مفوضية قطعت آجار البيوت، وأيضا عن قرار حكومي عراقي للحكومة العراقية يتكلم عن إعادة ترتيب وضع الأجانب وللأسف الفلسطينيين ضمن هذه الدائرة. كان اللاجئين في تقرير الذي شاهدناه رفعوا مناشدات إلى المنظمات الإنسانية والدول الأوروبية للتراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بالتعسفي. إلى أي مدى تظنون أن هذه الجهات الدولية بإمكانها التحرك لصالحهم؟ نعم، نحن نعتبر أن موضوع الفلسطينيين وموضوع اللجوء فيه هي جزء من الاستحقاق الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الدولية بحكم أن جزء منها التعامل مع الاحتلال، وهذا ما يتطلب منا الجميع. وهي مناشدة لكل المؤسسات كفلسطينيين وكإعلاميين وكشخص مختصين بهذه القضية، أنها مساعدة هؤلاء هو جزء من المسؤولية الإنسانية والوطنية تخص الحكومة العراقية وتخص المؤسسات الدولية. أما بالجانب الأوروبي نحن نعتبر لفترات طويلة أن جزء من الدور الرئيسي الذي يقومون به بالتعويض للاجئين اليهود الذين خرجوا، جزء رئيسي منه يجب أن يكون بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن يكون هذا جزء من التعويض للفلسطينيين. وأعتقد أن دورهم بهذا المسألة يمكن أن يفعل لو أرادوا ذلك. شكرا جزيلا لكم أستاذ تيسير سليمان الباحث السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.